وينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستايت. أهلا بك سيد إحسان. بداية، كنا نتحدث أن الدعم اللامتناهي بالنسبة لأمريكا إلى إسرائيل، ولكن في الخطابات التي نتابعها بشكل أوسع أن هناك تعالي أصوات وانقسامات على عدم دعم إسرائيل مرة أخرى حتى لا تتمادى أكثر من ذلك. وعلى جانب آخر، عندما نتحدث دكتور أن الحروب السابقة بالنسبة لإسرائيل، سواء في حرب الاستنزاف والتي كانت هي أطول الحروب على 5 حروب، أيضا على قطاع غزة وحرب حزب الله في 2006 وغزو لبنان، لم تنتصر في أي حرب منذ 67. لماذا تصر أن في هذه الحرب هي سوف تنتصر؟ وما هي الدلائل التي تستند عليها أنها ستنتصر في هذه الحرب؟ أم هي شعارات سياسية نظرا للهزيمة على أرض المعركة؟ تحياتي أولاً. يعني السؤال دائما يسأل من يعمل عند من؟ هل أمريكا تعمل عند إسرائيل أم إسرائيل تعمل عند أمريكا؟ من يحكم الثاني؟ من القائد ومن التابع؟ أنا أعتقد هذا السؤال هو السؤال الغلط. العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي علاقة شراكة. يعني هذه الحرب بالنسبة لأمريكا هي حرب أمريكا، وهي تعتقد أنه هي وإسرائيل طرف واحد في هذه الحرب. لذلك منذ البدء يعني أمريكا قدمت دعم غير محدود وتبنت الأهداف، ولكن ما يحصل اليوم بالنسبة للإسرائيلي، يعني هناك الحكومة الإسرائيلية، هناك الشعب الإسرائيلي، وهذه الحكومة متطرفة. يعني نسبة كبيرة من إسرائيل ترفض هذه الحكومة، وكانت المظاهرات التي شاهدناها لفترة طويلة جدا، وهذه الحكومة يعني نجحت بفارق ضئيل جدا، فهي لا تعبر عن ما يريد أغلبية، أنا بعتقد نسبة كبيرة من الشعب، لا أقول أغلبية، نسبة كبيرة من الشعب الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، يعني هي هذه الحكومة يعني كانت مرفوضة من الأغلبية اليهود في أمريكا. أغلبية اليهود في أمريكا هم ليبراليين، ولكن يتشددوا في دعم إسرائيل على أساس من دافع قبلي، ولكن هم لم يكونوا راضين عن نتنياهو وعن حكومة سموتريتش وبن غفير. يعني عدوها تهدد الديمقراطية والليبرالية وحكم القانون في إسرائيل. هل إسرائيل تحارب هذه الحكومة الإسرائيلية متشددة؟ هي هذه حربة. هل أغلبية الشعب الإسرائيلي يريد هذه الحرب؟ لماذا؟ لأنه ينتقم من الفلسطينيين ويهدم غزة، وكان يحلم أنه يصير في نكبة ولكن لم تحصل بسبب دور مصر والصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. فالسؤال اليوم هو ماذا بعد؟ فهناك يعني أفق مسدود. يعني ماذا بعد؟ هذه يعتبر ضبابية حتى الآن سيد إحسان. نعم. ماذا بعد هذه؟ نعم. لا أحد يستطيع أن يقرأه، لكن إنك أنت تقول أنها حرب أمريكا وليست حرب إسرائيل. طيب، أنا أتفق معك في هذه النقطة. حرب أمريكا وحرب إسرائيل. نعم، هي كيف يمكن لأمريكا أن تكون هذه حربها ولديها الوثوقية في يعني أن إسرائيل قد تنجز خطوات حقيقية على أرض المعركة؟ يعني شوف، بالنسبة لأمريكا يعني الأهداف اللي وضعتها إسرائيل هي إزالة حماس من الحكم، نعم، وإخراج الرهائن، صحيح؟ فهلا وصلنا لمرحلة تدمير غزة ولكن ما زالت حماس في الأنفاق. الرهائن، في 8 رهائن أمريكان، لا ننسى، يعني أنا أعتقد الرهائن بالنسبة لبايدن هم هدف مهم جدا 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 في هذا الحرب. يعني هو بعتقد الرهائن أولا، قضاء على حماس ثانيا. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، قضاء على حماس أولا، الرهائن ربما ثالثا أو خامسا. فبالنسبة لبايدن، يأخذ التقى من فترة قريبة مع أهالي المختطفين أو الرهائن في غزة، هم 8 أمريكان معهم جنسية أمريكية. هو يريد إخراج هؤلاء الناس، يعتبر أن هذا إنجاز له إذا أخرجهم. وما حصل من حماس أن حماس أغلقت الباب على موضوع الرهائن، قالت لا بحث في موضوع الرهائن إلا أن تتوقف الحرب على غزة. فبالنسبة لبايدن هذا موضوع كبير، أنه هؤلاء الناس يعني مفتوح الموضوع. فلذلك أنا أعتقد موضوع الرهائن هو مهم، عامل مهم جدا. والعامل الثاني، أنا أعتقد الأمريكان عمليين جدا. يعني الموضوع ليس حقوق الإنسان والفلسطينيين ودمار غزة، لأنه من الأول بين أنه إسرائيل تريد تدمير غزة. هي قال ذلك، أريد جعل غزة مدينة خيام، نحن لا نبحث عن الدقة، نبحث عن الدمار. فيعني بين من الأول أنه هلأ بس من جديد يعني تباين في الآراء بين الشركاء، يعني الشريك الكبير أمريكا والشريك الصغير إسرائيل.
انه هذا لا ممكن نستمر في هذه الشركه هكذا، انه هذه الحرب بهذه الطريقه لا تحقق الاداء، حتى يعني ضخ المياه البحر في الانفاق، عندك انفاق 500 كيلو متر انفاق، ومالنا كلنا مربوطه ببعض، يعني بتحط مي وبحل المشكله، يعني عم تحكي شغله مفتوحه الى مدى بعيد، وحتى اغراق الانفاق عمليا. نعم. سيد إحسان، التخطيطات هذه غير ناجحة، أمريكا خاضت حرب فيتنام وأنت تعلم حرب الأنفاق هذه وخسرت بها، كيف هي تراهن على أنهم يستطيعون اكتتاف حماس بهذه المخططات على أرض الواقع في هذه الحرب؟ يعني كيف تقرأ أنهم يراهنون على أنهم يكتتونهم ويحققون هذا الهدف على الأقل؟ هو شوف حد أدنى، يعني كان تفهم الأمريكان أنه الإسرائيل انضرب ضربة قوية جدا وأنه مصدوم وأنه يجب أن ينتقم، فتفهموا هذا الموضوع، يعني من الأول هن متوقعين أنه تدمير وقتل وهيك، وكانوا موافقين على الشيء هذا، ولكن العمليين براغماتيك الأمريكان عمليين بقول لك شو ماذا بعد، يعني هلا ينظروا للموضوع، يعني حتى اليوم تشوف التحول بالإعلام الأمريكي على السي إن إن، هو قريب من الديمقراطيين والبيت الأبيض، بلش اليوم يحكوا عن الضحايا، دخلت السي إن إن على غزة وبلش يحكوا عن الضحايا بالمستشفيات والشغلات، وأضاف ذلك كان هناك تسريب من المخابرات الأمريكية أنه تقدير المخابرات أنه 50% من القنابل اللي وقعت على غزة كانت قنابل غبية، يعني معناتها أزمة المدنيين، يعني فجأة يعني عرفنا أنه هالشيء هذا، بعتقد هناك ضغط على إسرائيل، وسبب الرهائن وسبب آخر هو أنه الشغلة مفتوحة، يعني أمريكا تعتقد هذا مستنقع، هذا مستنقع وليس، وهذا ليس طريقة التعامل مع حماس، يجب أن يتوقف هذه الحرب الإبادة هذه. ما الآلية المناسبة من وجهة نظر أمريكا دكتور إحسان؟ يعني حضرتك تتحدث وتشير والجميع عايش ويدرك يعني العماد الأساسي لقيام الولايات المتحدة الأمريكية هو البراغماتية. طيب ببراغماتية أمريكا، ما الذي تريده اليوم فيما يحدث بقطاع غزة، وما هي الآلية المناسبة لها لتنفيذ ما تريده؟ هي تقول من الأول، يعني البنتاغون قال لإسرائيل لا تدخلوا غزة، لا تدخلوا غزة، تقريبا يعني برأي العسكر الأمريكي لا تدخلوا غزة، هذه منطقة مدن مكتظة سكانيا، في خسائر كبيرة بالأرواح وبالمباني لغزة، وخسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي ما رد على أمريكا، مع البنتاغون، البنتاغون كان رأيه أنه عمليات يعني ضربات يعني تركيز على حماس وبشكل ذكي، يعني ما يعرض المدنيين للخطر، ما يقتل مدنيين بعدد كبير، لكن اسرائيل كانت بدات تقتل لانه كانت يعني تريد دم فلسطين، يعني تريد ان انتقام، وهو الشعب الاسرائيلي اراد ذلك، وتفهمت امريكا الموضوع، يعني انه مبين المكتوب من عنوانه من الاول، مبين انه اسرائيل تريد ان تقتل، و يعني 23 قذيفه على 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 غزه، وهي حجم ديترويت ونصهم القذائف غبية، يعني تدمر يعني وتقتل المدنيين، ولكن بالنسبة لأمريكا اليوم يعني ما هناك تحويل، انه عندهم راي انه التحول كما قال البنتاغون منذ البدايه انه لا يكون هذه الحرب مفتوحه بهذا الضرب على غزه بهذا الشكل الذي يؤدي الى دمار هائل والى قتل بهذا العدد الكبير، لماذا؟ لانه اذا كانوا ارادوا النكبه، لا، النكبه لم تحصل بسبب موقف مصر، طيب مصر قالت لا وممنوع وما بدي، قالت الامريكا في مشكله صار مع بين مصر واسرائيل، امريكا لا تريد ان تتوسع المشكله، امريكا مرتاح اذا بقيت المشكله بغزه، ولكن تصبح مشكله مع الاردن، تصبح مشكله مع مصر، تصبح مشكله مع اليمن، تصبح مشكله مع لبنان، المتطرفين في الحكومه الاسرائيليه ما فارقه معهم، بدهم يحاربوا لبنان، بدهم يحاربوا اليمن، بدهم يحاربوا مصر، بدهم يحاربوا الاردن، مش فارقه معهم، وامريكا لا تريد ذلك، امريكا طالما الموضوع محاصر بغزه تعتقد مش مشكلة يبقى في غزة، ولكن المتطرفين وحتى بن غفير هذا اللي سماه بايدن لسبب أساسي، إنه هذا الرجل كان يريد 24 قطع سلاح. طب يا دكتور 24 ألف. نعم. طب مهما كان 24 ألف قطع سلاح يوزعها لليهود بإسرائيل، واللي هو بالضفة الغربية اللي عمل حرب أهلية، يتصور لذلك قالوا لن نرسل هذا السلاح.